للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من البرلمان محمد فراس. محمد، مساء الخير. بداية، ضعنا في آخر تطورات جلسة اليوم والتي تأجلت، وما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التأجيل؟ نعم، جلسة استثنائية بالأحداث التي جرت اليوم داخل بناية مجلس النواب، التي بدأت باعتراض ورفض النواب المستقلين للتعديل الثالث، القراءة الثانية للتعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12، والذي سبق وأن اعترضت عليه النواب المستقلون والكتل المستقلة التي كانت لديها اعتراضات على زوايا هذا القانون. موقف النواب المستقلين اليوم تكرر داخل مجلس النواب، وجمعت تواقيع لما يزيد عن 80 نائب رفضوا الدخول، أو عفوا 80 توقيع لسحب القانون من جدول الأعمال. والنواب المستقلون في تكتلاتهم وبوجودهم داخل مجلس النواب رفضوا الدخول وقاطعوا جلسة اليوم، والأمر الذي أدى إلى كسر النصاب ورفع الجلسة التي أجلت في البدء لمدة نصف ساعة ومن ثم رفعت بسبب النصاب النيابي. دعني أستغل الوقت وأستضيف معي في نشرة الظهيرة النائب زهير الفتلاوي، عضو كتلة مجلس النواب عن كتلة إشراقة قانون. حياك الله سيارة النائب. أهلا وسهلا. أهلا بك. اليوم موقف المستقلين كان واضحا وتجلى بمقاطعة الجلسة. نتحدث عن حيثيات هذا الموقف وعن تحديدا زوايا رفضكم لهذا القانون. نعم طبعا، شكرا لقناة التغيير، وإن شاء الله التغيير على يد المستقلين إن شاء الله. نقول اليوم حقيقة وقفة مشرفة لمجموعة من المستقلين، زاد عددهم عن 80 نائب حقيقة، قدموا تواقيع حية، وكتل كبيرة أيضا، نواب من كتل كبيرة رفضت قانون انتخاب مجالس المحافظات، التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات 2018، اللي رادوا يدمجون ويا قانون مجلس النواب، يعني يكون قانون واحد تعديل 2018 قانون مجالس المحافظات، ويخلون ويا قانون النواب. صار تحرك واسع من كتل مستقلة، وقدمنا تواقيع والحمد لله انسحب من الجلسة وكسر النصاب حاليا، والجلسة يعني كسر النصاب بها. نعم سمعنا. نعم. وبأصوات مرتفعة جدلا بين النواب. نعم. المستقلين، وعدد كان موجود أيضا حاضر في اجتماع صغير خارج قاعة جلسة مجلس النواب قبل رفع الجلسة، وأيضا كان حاضرا فيها سيد محمد الحلبوسي. نتحدث. نعم. عن حيثيات هذه المشادة وهذا النقاش الذي حدث، ماذا حاول محمد الحلبوسي أو سيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الوصول إليه، وبماذا حدثكم تحديدا؟ نعم، تفضل السيد رئيس مجلس النواب مع النائبين مع مجموعة من النواب، برادوا يثنون النواب المستقلين وأيضا معاهم بعض النواب على الدخول إلى القاعة، قاعة المجلس، وقراءة قراءة ثانية. زين، رادوا يقرون المشروع قراءة ثانية. حقيقة إذا انقرأ المشروع قراءة ثانية راح يمضي. إحنا صرينا على موقفنا وقلنا مو مع القراءة الثانية ولا مع التعديلات، والمفروض هذا القانون ما يكون. طبعا سانت ليغو هو تكريس للطائفية، سانت ليغو هو ضرب لصوت المرجعية وللدماء وللشهداء اللي سالت من أجل التغيير. زين، العودة بسانت ليغو 1.9، يعني أيضا مو واحد ولا 1.7. نعرف أن سانت ليغو الأصلي هو 1. اليوم الكتل الكبيرة تحاول الهيمنة، تحاول السيطرة على الكتل الناشئة والصغيرة اللي صعدت بدماء الشهداء، واللي صعدت بتعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظة. يريدون هذا الخلاف؟ نعم، يريدون يرجعون المحافظات إلى دائرة واحدة. ما الحل لهذا الخلاف؟ الحل لهذا الخلاف هو العودة لقانون 2020 وتعديل بعض فقراته وتمضي به. قانون الدوائر المتعددة. نعم. حياكم الله. شكرا جزيلا. الله يحفظك. على انضمامك معي في نشرة الظهيرة. نعم زميلي، كما استمعت واستمع المشاهد. نعم. إلى مجموعة النقاط ومجموعة الملاحظات التي سجلها النواب المستقلون والاعتراضات التي دونها، وأيضا الموقف الذي اتخذه النواب اليوم في مجلس في داخل بناء مجلس النواب، والتي تمثلت بمقاطعتهم لجلسة اليوم وعدم دخولهم، ما أدى إلى رفع الجلسة. نعم محمد، ماذا بشأن ما كشف عن حراك سياسي لحسم الخلاف أو النقاط العالقة بين أربيل وبغداد، وكذلك يتم ذلك على وفق الدستور والتوجه إلى إقرار الموازنة؟
نعم، هذا الموضوع تحديدا تحدث به عدد من النواب من الديمقراط الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أكدوا أن الاجتماعات تسير بإيجابية. حينما عاد الوفد الكردي بعد زيارته الأخيرة إلى أربين أيضا تحدث عن استمرار المباحثات والنقاشات والاجتماعات مع حكومة المركز، نواب أعضاء مجلس النواب اليوم حتى عن اللجنة القانونية تحدثوا على أن الاجتماعات أيضا يجب أن تكون تحت أو بمعية مجلس النواب العراقي حتى تكون هنالك تشريعات تنطوي أو تلقي بتأثيراتها الإيجابية على الاتفاقيات التي حددوها تحت تسمية يعني أزلية أو مشاكل تسببت مسبقا واليوم تتسبب بتأخير الموازنة. بالتالي اليوم خط المباحثات يسير وفق المعايير التي رسمت وأيضا المعايير الدستورية وبإيجابية حسب ما صرح به نواب الديمقراطي ونواب الاتحاد الوطني، وأيضا هي باتجاه أن يكون هنالك قانون النفط والغاز، أن يشرع قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب حتى يضمن حق كل مواطن عراقي من الشمال إلى الجنوب. نعم. بالتالي خط المباحثات يسير بإيجابية، ولربما رغم التأخير، نحن نتجاوز شهر آذار، رغم هذا التأخير الذي تسبب بعدم إقرار الموازنة وعدم إرسالها من الحكومة إلى البرلمان، لكنها قد تمضي وقد يعني ترسل من الحكومة في العشرة أيام القادمة حسب تأكيدات أعضاء مجلس النواب خصوصا من اللجنة المالية والقانونية أيضا، بما أن خط المباحثات يسير وفق المعايير الدستورية وبإيجابية كما تحدث النواب أيضا. نعم، محمد فراس مراسلنا من البرلمان، شكرا جزيلا لك.